بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كثير من العلماء لم يذكر لهم سيرة ذاتية، وكثير من العلماء قد يعني رحل وسافر في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كثير من بلدان العالم. ومن هؤلاء العلامة عبد العزيز بن محمد الإسماعيل المستوطن حيدر أباد والسند، المتوفى عام 93 بعد 300 والألف. سيرته وجهوده العلمية والدعوية، ويتضمن تحقيق بعض رسائله، تأليف الشيخ وليد بن علي بن إبراهيم آل عبد المنعم حفظه الله، إصدار دار النفائس المخطوطة ببريدة. طبعا الكتاب صراحة قيم جدا، استمتعت صراحة بتصفحه، وقد بذل فيه المؤلف جزاه الله خير بدلا طيبا، واستغرق ما يقارب 4 سنوات. طبعا ذكر اسمه وجر نسبه ولادته ونشأته والمفاصل التي أسس عليه في حياته، وأيضا طلبه للعلم ورحلاته العلمية، شيوخه، عقيدته ومذهبه، دعوته وجهاده، مناظراته، تلاميذه، مؤلفاته. وذكر من مؤلفاته طبعا سلسلة دار الحق، وحققها أيضا في آخر الكتاب طبعا، وأيضا الرد عن النجد وحققها ووضعها في آخر الكتاب هذه المؤلفات. وأيضا ذكر من مؤلفاته السيرة الذاتية للشيخ عبد العزيز الإسماعيل رحمه الله. ثنى العلماء عليه إقامته بحيدر أباد السند وانقطاع أخباره وفاته رحمه الله تعالى. طبعا الكتب والرسائل المحققة، وفي 4 مباحث كما ذكره، دراسة مختصرة كتاب إظهار الحق، سلسلة إظهار الحق وطبعا حققها، ورد عن النجد وحققها، ونبذة عن أحوال الأمة أيضا وحققها، وسيرة الشيخ عبد العزيز إسماعيل، ثم دراسة مختصرة كتاب سيرة الشيخ عبد العزيز إسماعيل كما وحققها، ثم الخاتمة. طبعا جزاه الله خير، بذل يعني جهدا طيبا، وقال هنا: وقد استعنت بعد المفضلة الهند والسند للبحث والتقصي عن سيرته باللغتين الهندية والسندية، وأيضا ترجمها وترجم سيرته، فجزاه الله خيرا وهذا الشكر، يعني بذل جهدا طيبا.